السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا بكل خير. صور حصرية ومتوقعة لتيوتا رافور موديل 2024، الجيل والشكل الجديد كليا. طبعا الواجهة الأمامية شبيه بواجهة تيوتا باريوس موديل 2023 الذي تم الكشف عليها، وهذه الخلفية إضاءة خلفية LED متصلة على كامل خلفية السيارة شبيهة بخلفية تويوتا كراون. مقاس عجلات 22 بوصة، إضاءة أمامية LED، فتحة سقف بانوراما، والعديد من الميزات. بالنسبة للمحرك فهو محرك بسعة 2.4 لتر 4 سلندر توين تيربو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وشكرا لكم.